بيس لي زوتيس سبحان الله لي زوتيس كيجي بوتيس حطو بيس سير سير حطك شي كيما مشي جنب بعد البيع باقي ما بغيتش تحيد هاد التكري خلي فيك لا تبارك الله عليك جمال فيك عجبني مطور تبارك الله عليك اجي هنا مطور عليك ومزيون عليك عندك هذا اللي كيقول مطور ومزيون واحد بنت ولاد قالت له خي جمال اسمح لي استقصيك قال الله يا اخي تفضل شنو بغيتي قالت له تينا علمي ولا ادبي قال لها طنجاوي جيني ادبي يا قليل ادبي انا اللي ما فهمتش هاد الطالون نعرف في الصاع جا البرد شاد باب الصاع شحال البرد داخل في الدار دخل الدار لقاو المسلم ولكن يقول طلع بدر علينا طلع بدر علينا تحت تحت كتلعب القران الله يبسخك مازال فاك الله تصبر عليك تبغى تقول شريف علاش كتعدى على العين قال لك يلعب القران قال له طلع بدر علينا هذاك نشيد قال له نشيد ودكيكي قال له علاش كتبكي قال له خمس سنين وانا كنصلي في العام راه يا جمال انا صاحبي راه بحال خاك هذا قول لي الشمس نقول لك من داخل ولكن حدا الوجه غادي نقول لك ماشي مشكل حشمتي انا ولاك وقدامك غتقول لا واخا جمال اخي تفضل تفضل لحظه جبرتيني واقف عليك ايوا ها هو الثقيل اخا واقف عليا انا سلو نوضي بغيت لك شي فلوس صافي شحال من الصباح انا واقف عليك واخي ولادي لم تلد وامي على فلوس اللهم اخي جمال شكرا موجودة عمرها اللي بغيتي بغيت شي 5000 درهم ها 5000 درهم وصافي 5000 درهم اه وانا ملي كنصلي كنحشم دعيا ربي اشوف والله العظيم الا عندي ديرك عندي 3000 درهم شحال عندك 3000 درهم اه قصدك 2000 اها ديري خير دير طول والله حتى اصبر عليك في الخباش نتاعك اياه انا استلف لك وتينا تالي صافي 3000 اه محتاج فيها الله يرحم والديك خصك تديها دابا اه مقطع اه بوش كيفاش بوش بغيت 3000 درهم اه وا بوش هادي يا صاحبك بدا غدر صاحبك على الفلوس حيت عارف راسي بلي نسلفها لك عم بوش لك رجلك وما ترد عليه يجي شكرا تبارك الله اخي جمال ما نكذبش عليك زعما الحمد لله الاجواء عائليه وجو عائلي وتينا الصفار ومخلوع لك لاباس اخي اسكت اخي نور الدين البارح بديت فيها مع العواوي وما فيها باش تقصر مع وليداتك شنو فيها؟ اش متقصر مراتي مراتي؟ باياش جاو محمر شنو جاو؟ محمر شنو جاو؟ اش عندك محمر قديم كيفاش قديم؟ واش باقي يا صاحبي شي واحد كيمرض بوحمرون؟ حنا في 2019 وداخله 2020 ما كاين غير اتش 1 ان 1 ان 1 اتش 1 ما كاين غير ايبولا اي جو بولات ما كاين غير ليباتيت ا ليباتيت بي ليباتيت سي ما تعرفوا كاع مارك فيتامين سبحان الله كل واحد فينا وباش مريض واللي ما مريض شي مره واخا تصبر فيه غير الروح والمرض فيه وفيه كاين المرض اللي عنده الدواء وكاين الدواء اللي عنده المرض المرض كتقول لك زعما كاين اللي مريض كاين اللي مريض جمال نعم هذا مريض عنده ماشي بحال هذا مريض رجع بحال جينا نطلعوا على الراجل اسمع بحال ما يطلع على الراجل باش يطلع على الراجل يديك هاوي الله يبسخك كاين اللي مريض الله يشافيه وكاين اللي مريض الله يعفو عليه اللي فيه محمر الله يشافيه فيه السكر الله يشافيه فيه الكوليسترول الله يشافيه سبع شهور دقايق تما كان اش بنتي الحومه كامله الحومه كامله اش بنتك عبد الصمد عبد الصمد عبد الصمد ديك الدريوش هاد اليومين جبروا له الطوموبيل عامره بالحشيش والله ما ديالو حتى ديالو حتى ديالو واصلك كاكا كيف الحشيش فيها تدوري لي انا ولا وصاحبي كرمك الله يرحم لك الوالي بعد عليك الناس خلي عليك الناس خلي عليك عباد الله انا حاضر معك هضر عليا يا صاحبي او واقع انا 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 هضر عليك انا عن كسيري وهضر عليك اجي بابا بابا باقي كتسعى ايوا كملي كتسعى والله لا شحال ماشي وقف باب الجامع ما قلت لك شي جاب الله واحد مرضي الوالدي كيعطيني 200 درهم في النهار عطيتنا مسعود اش من هذا عطيتنا هو مسعود أربع شهور ما داز أيوا تهدف اليوم في الصباح قول لي شحال غيعطيني 500 درهم 5 درهم الله يا خاي الله حشومة كاع أربع شهور ما شفناه من 200 درهم حتى 5 درهم حشومة كاع وي وي يقول السيد من ولا كيبني غادي يبني على داري هو يبني وانا جالس باب جامع الله يعطينا وجهك أربعة ساعات الله يعطينا وجهك يرفضوا لي ياكلوا فيك انا كيقولوا لي انا هدرت وانا ما هدرتش لا ما عندك بيت خال كيقولوا لي انا مشيت وانا ما مشيتش انت فيك انفصام الشخصيه بحال هادشي فيك
ديواش بالشخصية. زعما مريضو شخصية. أنا مريضو شخصية. أه كيفاه. لك واحد الدواء. كاين نضم لك راسك ولكن خصك تذوبو. بارك الله فيك. تسلم 100 درهم. الله يرحم والديك يا الطبيب يا الغزال يا البنيون. لهنا يخافتك علينا. هذا حبيبي ديالي الله يعاونك. أجل هنا. هنا غير 400 درهم. وشحال فيها الشخصيات؟ جوج. وآخر ما يخلصش. وإلا مشيتي عند الطبيب صحيح صحيح. ما فيك والو. يحيدك جميع انواع الماكل والمشرب. دكتور وي كنقول لا باس عليك. كنجي صعوب ما كنقدرش. سا مارش. كنجي تفوه ما كنقدرش. اوكي. كنجي نعطس ما كنقدرش. اه وي. كنجي نقدر ما كنقدرش. لا 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 تعطس وتعمل كل شيء. لا دوس دوس بوس عرفتش. ديرو شنو دكتور؟ واش عندك مخلوع وصفار ياك لاباس؟ انت ما عندك منين تخاف؟ انت فيك واحد المرض وراثي. ما يمكنش يا دكتور يكون فيها مرض وراثي. علاش ما يمكنش؟ علاش انت واحد في العائله ما مريض بهذا المرض؟ منك عيبه ان شاء الله. شوف عتبعد من الحوت، عتبعد من الدجاج، عتبعد من اللحم، عتبعد من البغرير، عتبعد من العصير، عتبعد من الخبز، عتبعد من الشاورما، عتبعد من الخبز، عتبعد من بعد من جوعانه ولا؟ واش عيب الله الدكتور كيحيدك جميع انواع الماكولات وكيمشي يضرب احسن الشاورما. تبارك الله عليكم. شكرا. واش غادي نقول لك هذيك السلسله الحمد لله صدقات لان احنا كنا كنعملوا دي سكيتش فكاهيين يعني واحد المجموعه ديال السكيتشات وحتى جينا ديك السكيتش ديال المفضل والطيفو ماشي على اساس اننا غنعملوا سلسله يعني غير سكيتشات عاديه ساعه ملي ديك الشخصيات جاوني يمكن تلعب بهم بزاف ديال الحوايج فهذيك جاتني بحال البحر يعني كاين واحد المجموعه ديال الافكار ما جا في الطريق حتى تقولوا لنا انتم صافي بركه طلعتوا لنا الدم بالفضل والطيف وغادي نحيدوها مادام ان الجمهور كيتفاعل معها والجمهور باغيها فالجديد دائما معكم في المفضل والطيف وفي حاجات اخرى وكاين واحد الاغنيه مفاجاه ان شاء الله غتخرج غير هاد اليومين تحياتي طنجاوي.